الدول النامية دي تمتلك اقتصادياتها أو تقدر إنها تصنع، فابتدت تعمل مجموعة من التكتلات الدولية. يعني بعد ما الدول دي كمان اتحررت، هي اتحررت عسكريا بس للأسف ما قدرتش تتحرر اقتصاديا، ابتدت تعمل لها تكتلات وابتدت تعمل حرية في التجارة، وكانت أسواق الدول النامية دي مستعدة بأي شكل من الأشكال لاستقبال الهجوم أو المنافسة الشديدة من التجارة العالمية بشكل قوي لخطر، خاصة في موضوع العولمة. فهي ابتدت تعمل التكتلات دي وابتدت تفرض طريقة التجارة في ظل إن الدول النامية وأسواقها ما عندهاش لا تصنيع ولا تقدر تنافس هذه التجارة، فابتدى يحصل غزو لأسواق الدول النامية. يعني ابتدت كل الدول النامية تعتمد برضه على المنتجات الصناعية اللي موجودة في الدول الاقتصادية، فكانت الدول الكبيرة برضه حافظت على الاحتلال الاقتصادي داخل هذه الدول برغم انها تركتها عسكريا. والى الان اعتقد ان نفس الدائره احنا شغالين فيها، كل الدول بلا استثناء الناميه تعتمد على تصدير مواد خام فقط لا غير، تعتمد على الصناعات الاوليه. وللاسف الشديد نتيجه لده حصل انه معظم السكان الموجودين في هذه الدول يعني بتشتغل الصناعات الاوليه او بتشتغل في الزراعه او ما الى ذلك، وده العائد بتاعه بيبقى قليل. يعني المواد الخام لو احنا بنشوف التطور في اسعار المواد الخام والقيمه المضافه اللي بتدخل الاقتصاد حاجه بسيطه جدا. يمكن اسعار المواد الخام من سنه للخمسينات، لو بنتكلم في اسعار المواد الخام في الالفينات ما فرقتش كتير الموضوع، لكن لو بتكلم بقى على سلع مصنعه الموضوع عامل جاب كبيره جدا وفرق جامد جدا. لو بتكلم على سعر عربيه مثلا في الخمسينات طبعا السعر فرق جدا دلوقتي، فالسلع المصنعه اختلفت جامد وعملت قيمه كبيره جدا لاقتصادات الدول دي، بينما المواد الخام ما عملتش اي قيمه، ما اضافتش اي حاجه لاقتصادات الدول الناميه. طيب اللي حصل انه دلوقتي في التوقيتات اللي احنا فيها الحرب العالميه بقت مفتوحه، الاقتصاد العالمي بقى مفتوح، وظهر نوع جديد جدا من الاقتصاد وهو الاقتصاد اقتصادات النو هاو، اقتصادات الفكر اللي انصبت الدول الكبيره واقتصادياتها كلها في عمليات البحث العلمي علشان خاطر تطور هذا النوع من الاقتصاد، ولسه تقريبا ما تطرقنالوش اصلا. احنا لا زلنا داخل الدوامه اللي هم شغالين فيها من ايام الاستعمار، لا زلنا بنصدر مواد خام ولا زلنا برضه لسه بنصنع حاجات اوليه يعني مش هتساعدنا على ابدا ان احنا نتطور. ان الناس بتعتمد في دخولها في الدول الناميه على الصناعات دي، الصناعات الاوليه. طيب معنى كده ان الدخول اللي هتيجي للناس داخل الدول الناميه ده دخول ضعيفه جدا، يعني نصيب الفرد في